بعد كده اتكلم عن الاناره الخارجيه الاوت دور لايتنج، اناره بنورها عند المخارج بتاعه المبنى زي البالك هيد اللي هو بيسموه الجدار الخارجي، تمام. ده بيبقى موجود عباره عن اناره، بتبقى اناره عاليه ومعمول لها انتشار او منتشره، ثم مخصصا لتجميل العوامل الجويه السعوديه، لتحمل العوامل الجويه السعوديه طبعا عشان درجات الحراره قل 15% من كشافات الهالوجين ضمان 3 سنين. بستخدمه طبعا كإنارة في المنازل، في الأسوار، في المعارض، في الأسقف الخارجية. هنا جايب لي حتى الدايمنشنز بتاعته، تمام، والارتفاع والطول والراوندنج الجزء الخاص بيه ده، تمام. اليومن اللي هو افيكاسي اللي هو 85 اليومن بير وات، البيم انجل 180، الاي بي بتاعه 65، الدرجات بتاعته بيديني 4000 كلفن اللي هو اللون بين الاصفر والابيض الكريمي ده، في منه باور 12 و18 و10 و18 وات، تمام. الفولتج هنا ده بيستخدم من 85 ل 265، يعني اقدر استخدمه في 110 ل 220. والشيب في عندك الراوند اللي هو مدور، والاوفال اللي هو واخد شكل الشكل اللي قدامنا ده اللي هو الاوفال، تمام.